تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الذي نستهله بالعناوين. رئيس الجمهورية يقرر الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي في دمشق، وحصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تبلغ نحو 20,000 قتيل. المواطن يتذمر من تواصل ارتفاع أسعار عديد المواد الاستهلاكية، واتحاد الفلاحة والصيد البحري يؤكد وفرة المنتوج خلال شهر رمضان. وأكثر من 60 مسؤولا عن الأجهزة المصرفية في إفريقيا يبحثون ماهية الأنظمة البنكية التي تستجيب للاقتصاديات الإفريقية وإمكانيات تطويرها. كان ملف العلاقات التونسية السورية على طاولة رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي قرر الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي في دمشق، مجددا التأكيد على وقوف الشعب التونسي إلى جانب الشعب السوري الشقيق. وأشار رئيس الجمهورية خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار إلى أن قضية النظام السوري شأن داخلي يهم السوريين بمفردهم، والسفير يعتمد لدى الدولة وليس لدى النظام. كما أكد رئيس الجمهورية أن السيادة الوطنية فوق كل اعتبار، وتحدث عن ضرورة توضيح الحقائق لتفنيد ادعاءات من ارتموا في أحضان الخارج. كما تطرق رئيس الجمهورية إلى مشاركة تونس في المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس، حيث ذكر بالموقف التونسي من هذه المظلمة ومساندته لحق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة. وتناول اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بسير عمل الوزارة وضرورة الإسراع بإعداد مشروع حركة رؤساء البعثات الدبلوماسية، على أن يكون المقياس الوحيد هو الكفاءة ومساءلة أي مسؤول إذا لم يقم بواجبه الوطني المقدس. وغادرت بعد ظهر أمس طائرة من القاعدة العسكرية بالعوينة محملة بمساعدات إنسانية موجهة خصوصا إلى الجرحى والعائلات المنكوبة في سوريا. وقد ساهم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في تجميع هذه المساعدات بمقره المركزي، كما ساهم الهلال الأحمر التونسي في هذا المد التضامني. لم تمضي سويعات منذ قدومها من مدينة حلب السورية حتى أقلعت باتجاهها مجددا. هي طائرة القوات العسكرية التونسية الرابعة التي غادرت تونس محملة بأطنان من المساعدات المتمثلة في أغطية وأدوية وملابس ومواد غذائية لفائدة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا. فالحركة بمستودعات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي على قدم وساق، حيث يتجند الكل لجمع الإعانات والإعداد لشحنها من أجل ضمان وصولها في أفضل الظروف لمحتاجها. كما يواصل الاتحاد جمع المساعدات التي يمكن أن تكون كذلك مالية من تونس أو من الخارج. وفقا للبلاغ نتاع رئاسة الحكومة وبإذن من السيد رئيس الجمهورية، تم إطلاق البادرة هذه نتاع تجميع المساعدات. ثم نقاط يعني تم إحداثها على مستوى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اللي كلف بالمهمة هذه، نقاط على المستوى المركزي ونقاط تجميع المساعدات على المستوى الجهوي. المساعدات المالية يمكن تنزيلها بالحساب البنكي للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي المفتوح بالشركة التونسية للبنك. الحركية ذاتها ميزت عمل متطوعي الهلال الأحمر التونسي، حيث تأتي المساعدات من قبل المواطنين وعدد من الشركات والمؤسسات من مختلف جهات الجمهورية، ليتم فرزها وتصنيفها قبل توجيهها نحو القاعدة العسكرية بالعوينة لنقلها نحو المناطق المنكوبة. احنا وقت واجهنا نداء إغاثة عن أولويات أرسلها الهلال الأحمر السوري، اللي هي الأغطية والجريري والمواد الغذائية حليب الأطفال وطبعا الملابس الشتاء الدافئة. فما شركة متاع أدوية تبرعت بمعدات طبية مشكورين، فما شركة متاع ملابس أيضا تبرعت ب 780 قطعة ملابس يعطيهم الصحة، وفما المواطنين العاديين اللي تباعا كل قدير وقدره. مد تضامني متمثل في مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من زلزال سوريا وتركيا المدمر، وفرق نجدة وإنقاذ وفرق طبية لفائدة الجرحى والمصابين، أثبت من خلاله التونسيون تجاوبهم الدائم مع أشقائهم.
وفي آخر تحديث لأرقام ضحايا الزلزال سوريا وتركيا، قال الدفاع المدني السوري أن عدد قتلى الزلزال في شمال غرب سوريا تجاوز 2030، بينما أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد القتلى في تركيا إلى 17134، فيما تتواصل عمليات إنقاذ ضحايا الزلزال المدمر. وذكر نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي أن عدد المشاركين في أعمال البحث والإنقاذ في منطقة الزلزال بلغ 100,800 شخص، كما أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تخصيص 3 ملايين دولار من صندوق الطوارئ لدعم عمليات الاستجابة للمتضررين من الزلزال. من جهته قال رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس أنه تم حتى الآن إنقاذ أكثر من 2200 شخص، لافتا إلى أن جهودا كبيرة تتم في عمليات الإنقاذ رغم ضعف الإمكانيات. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قد أفاد أمس بأن تركيا تعمل على فتح بوابتين حدوديتين إضافيتين مع سوريا لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى جارتها التي تعاني أيضا من أثار الزلزال المدمر. من جهته حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الخميس على تسهيل سبل وصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر تركيا، قال قائلا إنه سيكون سعيدا للغاية إذا تمكنت الأمم المتحدة من استخدام أكثر من معبر حدودي واحد لإيصال المساعدات بعد الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة هذا الأسبوع. وقال غوتيريس للصحفيين في نيويورك إن الوقت قد حان لاستكشاف جميع السبل الممكنة لتسهيل دخول المساعدات والأفراد إلى المنطقة المتضررة. هذا ولم يذكر غوتيريس ما إذا كان قد طلب من الحكومة السورية على وجه التحديد السماح بتسليم المساعدات عبر المزيد من المعابر الحدودية، لكنه أشار إلى قدرة مجلس الأمن الدولي على الموافقة على مثل هذا الإجراء. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه عبد المنعم بالعاتي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحريان أن الفلاحة قطاع يتصل بسيادة الدولة ويجب إيلاؤه المكانة التي يستحق. كما تم خلال هذا اللقاء التطرق لمشكلة ندرة المياه في عديد المناطق، حيث تم التعرض لعدد من المشاريع المتعلقة بمحطات تحلية مياه البحر ومد أنبوب من خليج جابس إلى الحوض المنجمي بولاية قفصة تتفرع عنه أنابيب أخرى موجهة إلى الجنوب التونسي خاصة، وأن التجربة أثبتت أنه من الممكن استغلال الأراضي الصحراوية للزراعة فضلا عن صلاحية الأراضي الصحراوية لإنتاج بعض النباتات الصالحة للصناعة الدوائية. وتعرض الاجتماع إلى إنشاء شركات أهلية للنهوض بالفلاحة ومزيد خلق الثروة. كما تناول اللقاء أيضا ملف الحفاظ على البذور التونسية وضرورة توفير العلف، إلى جانب المحافظة على الغابات ومزيد توسيع مساحاتها والإحاطة بأعوانها. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة مقاومة الفساد والمفسدين حسب نص بلاغ لرئاسة الجمهورية. تواصل أسعار عديد المنتوجات الغذائية الارتفاع. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أكد توفر المنتوجات وتوقع تحسن للتزويد خلال شهر رمضان. نهز 10,000 15,000 ما تجيب لي حتى شيء، ناخذ خضره ما تجيبليش، حتى الدجاج ما تجيبليش. هي تصريحات التونسي القديمة المتجددة والمتكررة في حالات عديدة عند الحديث عن الأسعار وحال الأسواق، فالوضع على ما هو عليه وفق العديد. أسعار مرتفعة وميزانية لا تفي بالغرض وبحث بين السلع المعروضة عن التسعيرة الأقل، كل هذا وفي البال شهر رمضان المعظم ومستلزماته ومصاريفه التي تزداد. طالع كل خضرة غلة الموجودة كلها طالع، سكر تعبنا، رانا من شدينا الصف جينا رمضان لا حول ولا قوة. تمشي ب10,000 معناته تمشي ب50 ما يوصل شيء، فهمتني؟ تامن من بالله اهو خديت الخبز وقعدت نخمش باش نطيب. في رمضان باش نعملوا لا سكر لا حليب لا حتى شيء. لا عنا، اما نحن ما نحمدوش ربي، خيرات ربي موجوده. ايش اللي انت لازم عليك؟ انت لازم كل يوم باللحم راتم غالي نشريهاش، ندبر حاجه اخرى. لقيت ساعدني نشري، ما لقيتش نروح على روح ندبر راسي ارجع للحلال.
وارجع للمحمصة، راهو هذيك هي على العالم الكل، راهو اللي باش يجري تو يخرج لبرا راهو المعيشة غليت عندهم. نقول لك بر يقضي مع 20,000 بر يقضي، تو تاخذي بخاطر دجاج، تاخذي كيلو طماطم وطل فلفل وتراو. وضع وأسعار يتذمر منها التجار أيضا، فالسلع المعروضة من خضر وغلال ولحوم وغيرها عرفت أسعارها في سوق الجملة ارتفاعا ملحوظا حسب التجار. بيع وشاري ماني نبيع ونمشي نقضي لداري كيف كيف، الناس كلها مربوطة راهم بعض، نبيع بعدين نمشي نشي، الناس كلها مع بعض، الكل شيء غليغ، أغزي جلبانة بخمسة آلاف، أغزي طماطم قداش، أغزي فيب قداش، ما ثم حد شيء رخيص تو، ما ثم حد شيء كل شيء غالي، كل كرمبة. السلعة كلها تخبات الرمضان. بس عندك أنت غوتيليه؟ الطمسون هذا ترى فيه اليوم يخدم ب 3000 و 3200 من بلاصة، كلها دخلت للبريكو. اللي تو كارو الطمسون ب 1500. تو مرشي القرو الفلفل مسعر ب 3000 الحاكم، والطماطم ب 1600، هنا الفلفل نحن نبيعوا فيه ب 3000، نقصوا له 100 معناها نخدموا على 100 فرنك، نحن بيدنا رانا تعبين معناها فهمتني، نحن بيدنا مع شغلتين باش نخدموا اصلا. وبالنسبة لتزويد الأسواق والنقص الحاصل في بعض المواد، فقد أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على لسان رئيسه توفر أغلب المنتوجات. إنتاج الفلاحي باش يكون متوفر بحوله سواء كان من مادة البيض اللي حقيقة المنتجين متاعنا اليوم بلغوا 6,500,000 بيضة، والشركات الكبرى قاعدة واعد على اساس انها باش توصل الى 11 مليون و12 مليون، بقى ربما بعض النقص على مستوى اللحوم الحمراء، ان شاء الله باش نحلحلوا وضعيه تربيه الابقار والماشيه، واللي نطمنوا به اليوم انه ماده الحليب ان شاء الله تمشي وتتحسن. مواد معروضه يرتفع سعرها واخرى مفقوده، يبقى معها التونسي في رحله بحث متواصله عما يفي بحاجياته ويتناسب مع ميزانيته، وتلك هي المعادله الصعبه. على امتداد يومين يجتمع أكثر من 60 من مسيري البنوك والأجهزة المصرفية في إفريقيا بالإضافة لممثلي هيئات دولية للتباحث في ماهية الأنظمة البنكية التي تستجيب للاقتصاديات الإفريقية وإمكانيات تطويرها والاستفادة من محيطها الإقليمي والدولي. تحتاج أضلع النمو في أي اقتصاد في العالم إلى تمويلات تمر تقليديا بالجهاز البنكي والمصرفي الذي يقوم على معايير دولية تزيد من صلابته كلما استجاب لمتطلباتها، فأي أنظمة بنكية نحتاج من أجل الاقتصاديات الإفريقية؟ موضوع جمع بتونس اليوم أكثر من 60 مسؤولا عن الأجهزة البنكية في إفريقيا إلى جانب هيئات مالية دولية لبحث هذه الاحتياجات وتجاوزها وتثمين بعض المبادرات الناجحة. احنا عندنا مشاكل كبيره من قبل، معناها بنوكنا ماهيش متطوره، ماهيش كبنوك افريقيه ماهيش مهيكله باش تنجم تكون معناها بنوك جهويه كبيره. الاشكال الثاني اللي جاء بعد الكوفيد ومن بعد اليوم الحرب في اوكرانيا، اليوم البنوك الكل معناها هذوما سي نقولوا معناها سي دي شوك كي سون سوبربوزي، معناها جاو معناها وقلقوا برشا البنوك وفما هشاشه معناها بالنسبه للبنوك الصغيره. هذاك علاش اليوم اولا يلزمنا نردوا بالنا على البنوك باش ما نخسرهمش، ونعيشوا زاد التطورات ممكن معناها تنجم تعاون ليفوليسيون دي فينتيك وغيره، هذوما كلهم معناها دي تكنولوجي والانتيليجنس ارتيفيسيال، هذوما كلهم يلزمنا نربطوهم ببعضهم ونلقاو لو بون موديل. نائب رئيس البنك الدولي لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا فريد بالحاج الذي يشارك في هذه الاجتماعات السنويه يعتبر ان القطاع البنكي رافعه لا غنى عنها في دفع النمو الاقتصادي، ويرى ان هذا الجهاز عليه أن يوازن بين التمويل والمخاطرة من جهة والمحافظة على صلابته من جهة أخرى. كيفاش تنجم تخلي هالبنوك هذه تكون عندها هالقوة وهالعمق في التمويل، وفي نفس الوقت يعني تكون عندها إمكانية المخاطرة، خاطر سي امبورتون البريز دو ريسك هامة، وفي هاك المخاطرة هذيك ما تضعفش يعني. يعني كما نقولوا احنا ثم يعني نوع من البالانسينج اكت ما بين تدخل فيها في التمويل وتدخل فيها الديناميكيه هذه، وفي نفس الوقت
يعني تكون يعني منتبه للمخاطرة. أهم تحد يواجه الجهاز المصرفي هو نزع المخاطر عنه، فنحن نرى اليوم بنوكا عالمية كانت شريكا رئيسيا لإفريقيا تتخلى عنها اليوم، خاصة بعض البنوك الناشطة في مجال المعاملات بالدولار. لذلك فالتحدي اليوم هو استعادة هذه البنوك، والطريقة الوحيدة بالنسبة إلينا هي تطبيق هذه المصاعب بالتفكير معا وتوسيع شراكتنا من أجل تعاون مربح مع البنوك الأوروبية والأمريكية. استضافة لقاءات رفيعة المستوى تتعدى التعريف بالجهاز البنكي والمصرفي التونسي لتكون مناسبة للتذكير بجاذبية تونس كموقع استراتيجي على أكثر من صعيد. فرصة هامة جدا في هذا الظرف اللي تعيشه في تونس لإثبات أنه تونس لازالت في اعتقادي ويجبنا نرسخ هذا، لازالت عندها جاذبية، لازالت عندها مصداقية في الميدان المالي والبنكي، يعني وخاصة فيما يخص الابتكارات وما يخص الحاجات اللي بدأت فيهم تونس قبل ممكن ناس أخرى. وأنا حتى عملية التبادل والبارتنريا نحبوها بارتنريا دورابل، يعني لأنه هذا هو المستقبل، والمستقبل أنه نعمل حاجات مع بعضنا على كل المستويات، على مستوى رأس المال، على مستوى المشاريع الاستثمارية إلى آخره. ويحتاج التكامل الاقتصادي بين بلدان القارة الإفريقية لا إلى منظومة بنكية متناغمة ومتطورة فحسب، وإنما إلى إرادة في كسر الحواجز النمطية للتعاون. إلى غاية 11 من شهر فيفري الحالي تاريخ الإعلان عن اسم ملكة جمال تونس. تتواصل فعاليات هذه التظاهرة التي تتضمن برنامجا متنوعا، تفاصيل أكثر في هذا الروبورتاج. على لقب ملكة جمال الثقافة ستتحصل واحدة من المتنافسات في مسابقة ملكة جمال تونس، تظاهرة تتضمن عدة اختبارات من بينها إعداد ملكة جمال كل ولاية لأطباق محلية وتقديمها أمام لجنة من الطباخين ذوي خبرة عالية في المجال. يلزم تكون عرفت الجهة متاحة شنية الأكلة الأصيلة متاع الجهة متاحة وعرفت تقدمها وشنو الانفلونس جيوغرافيك نتاع البقعه هذيك وكيفاش تتعمل وتاريخها كيفاش تعملت ووقتاش تتاكل وقتاش تتحضر الماكله هذيك. التمتع باللياقه البدنيه والمساهمه في الاعمال الخيريه من بين شروط قبول المشاركه في المسابقه. كاستينغ فيه اللغات، فيه الثقافه العامه مكتوب معنا بالكتابه والاورال، تيست بسيكوتكنيك، سبور، مقاييس جماليه الكل من 18 ل 27 سنه. المستوى العلمي نتاعهم على الاقل سنه اولى جامعه. 15 فتاه تتنافسن على لقب ملكه جمال تونس وتمثلن عده ولايات. اخترت باش ندخل في مسابقة ملكة الجمال باش نعرف بجهتي أكثر وباش نمثل المرأة التونسية إن شاء الله أليشان انترناسيونال، المرأة التونسية الفاعلة والفعالة في المجتمع. علمتنا برشا حاجات باهيين وعلمتنا الخير اللي هو في البروجي نتاعنا، البروجي الهيومانيتير نتاعنا اللي هو الكونسير دو سان. دونك على ذلك أنا شركتي مش تونسي من الخير والجمال. الحقيقة اخترت خاطر نحب نمثل المرأة التونسية. نحب نعمل زادة ان بروجي هيومانيتير لي ا ما باسيون لي هي المسرح، دونك بوركوا با نو لي الباسيون تاعي بالجمال. مسابقة ملكة جمال تونس تظاهرة اختار منظمها إدراج معرض للمنتوجات التونسية ضمن برنامجها بهدف التشجيع على الابتكار في كل ما هو حرفي. نحاولوا باش السائح ولا العبد يشوفك ترسم باش تولي 100% شافها بعينيه وعاش مع الصورة، طبق الأفكار متاعه بطريقة بسيطة سلسة. أنا نخدم مع رزق لجميع محامل من البيئة، فهمت معناتها الكرناف متاع نخل الليف متاع نخل العظام القرون. ومن المنتظر أن تختتم فعاليات تظاهرة مسابقة ملكة جمال تونس السبت المقبل بالإعلان عن اسم الملكة المتوجة والتي ستمثل تونس في تظاهرات دولية. ختم النشر وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يقرر الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي في دمشق، وحصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا يبلغ نحو 20,000 قتيل. المواطن يتذمر من تواصل ارتفاع أسعار عديد المواد الاستهلاكية، واتحاد الفلاحة والصيد البحري يؤكد وفرة المنتوج خلال شهر رمضان.
أكثر من 60 مسؤولا عن الأجهزات المصرفية في إفريقيا يبحثون ماهية الأنظمة البنكية التي تستجيب للاقتصاديات الإفريقية وإمكانيات تطويرها. كالعادة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفازات التونسية. في أمان الله.